من مذكرات أبو قاسم الشابي ترجمة ذياء أبو السالمي وبصوت عبد الحق بن عثمان. قاعد نتذكر في الحاجات اللي صارت اليوم فمش ما نلقى حويجة تستحق نحكي ونعلق عليها. ما لقيت حتى شيء مهم. حكاية تافهة عادية ما نجم الواحد يضيع وقت ويحكيها. الحداش متاع الصباح فقت بروحي عندي موعد مع صاحبي باش نمشيو بحدا صاحبنا في بلايس متاع مصايف في البونليو متاع العاصمة. أما عطاني كلمة ومجيش، خلاني نستنى حتى تعدى الوقت اللي متفاهمين فيه أكثر من ساعة ونص. مهمنيش إذا كان صادق، حكالي اللي هو تشد وعنده ما يعمل ولا لا، يكفي أنه مجيش وكهو. الثلاثة ونص بالضبط غزرت السماء باش نشوف الجو ونعرف الصحاب اللي مغطي على الدنيا، خاطر اختر لي باش نعدي العشوية في المنتزه المزيان في البلفيدير بعد ما قررت ما نمشيش بحضة صاحبي البرة في المدينة. خممت شنو الكتب اللي لازمني نهزم معايا في هالمحواسة اللي باش نعملها. هذي عادتي أنا، ما نجمش نمشي للطبيعة ولا نحوس من غير ما نهزم معايا كتاب، سوى قريت ولا ما قريتش منه حتى حرف. خممت نهز ديوان العقاد وبعد تايس، وبعد لفت نلقى على الطاولة الآراء والمعتقدات متاع كوستاف لوبون، واللي تخليت الزوز الأخرين وهزيته هو معايا. خرجت من المدرسة بعد ما غزرت السماء مرة أخرى، شفت صعب بعيد على بعضه والسماء باينة زرقة مزيانة. مشيت الباب حر باش ندخل مترو، حبيت نمشي على سقاية، أما خفت للوقت الكل نعديه في المشي. وما نوصل المنتزه كان ما الدنيا هبطت النقاب متاعها على الضوء، وزربت باش ما ضيعش الوقت ونزيد نعدي وقتي في المدينة اللي كرهتها وكرهت حسها الفارغ. أما زايد ما وصلت للمحطة متاع المترو بدات السماء تغيب والطقس يتبدل وصحاب لك حلجي من بعيد. أعوذ بالله وين ماشي أنا توا، والطبيعة باش تتغشش على العالم هالعشية. أنا ماشي بالبيدار باش نبدل الجو ونتفرهد بالخضار المزيان ونساء اللي تحوس بين الشجر والورد المزيان. حبيت نهرب من العباد وكذبهم والظل متاع الحيوت الحزين المكشكر. وين نلقى هذا الجو تبدل والعاصفة جاي؟ المنظر متاع العاصفة تسيح بين الأعواد متاع الشجر وتهز فيهم، منظر هايل ومزيان. والمطر هي تصب فوق الحشيش والورد حاجة تعمل كيف، أما ماهوش منظر باهي بالنسبة لواحد باش يروح منفخ بالماء كيما العصفور. إذا ما تغمرش يا شابي وارجع اركش وخليفتك على ربي فيها التعب الضايع. هكاكا رجعت لبيتي الساكتة وقعدت قدام الطاولة ولا ناقم ومتغش، وبقيت نفكر في حاجات داخلة بعضها. أما العمايل متاع الطبيعة ما وقفتش هنا، ما اللي قعدتش الضوء الشمس متعدي من الشباك ويضوي البيرو والبيت بكلها. كانت هذه آخر ضحكة من الدنيا، هكا لقدر العب كيما حب، ثلاثة مرات نتعدى من وحدة لوحدة. المهم تنحت الشمس وراء أصحاب وتنحى الضوء وخلاني باش نترشق من الغش. شكرا على الاستماع. هذا كانت مذكرات الشابي بالدارجة ترجمة ذياب أبو سالمي وبصوت عبد الحق بن عثمان. بارك الله فيكم على التشجيع.